في 11 من نوفمبر عام 1988 زارت وحدات شرطة ساكرامنتو منزل دوريثا بوينت الواسعة الذي كانت تديره كملجأ للعجزة خاصة المعاقين منهم، وذلك على خلفية تلقيهم بلاغا باختفاء ألفارو مونتويا البالغ من العمر 51 عاما. كان ألفار يعاني من شلل الأطفال منذ الصغر، وبسبب إعاقته خصصت له الحكومة أخصائيا اجتماعيا لمتابعة حالته. شعر ذلك الأخصائي بالقلق عندما فقد التواصل مع ألفار بشكل مفاجئ، الأمر الذي جعله في النهاية يلجأ للشرطة. كان ألفار يقيم في منزل دوريثا، وكان ذلك آخر مكان تواجد فيه عندما تواصل مع الأخصائي الاجتماعي قبل أن يختفي فجأة. عندما دق المحققون باب المنزل فتحت دوريثا الباب بنفسها، حيث كانت امرأة مسنة مهذبة للغاية. وعندما سألها المحققون عن ألفارو أوضحت لهم أنها لا تعرف مكان تواجد ألفارو، وسمحت لهم بتفتيش المنزل كما يحلو لهم. عند تفتيشهم للمنزل لاحظ المحققون وجود قطعة غير متسقة في التربة الخاصة بالفناء الأمامي للمنزل، وكان الأمر يبدو كما لو كان أن شخصا ما قد حفر تلك البقعة في وقت قريب، الأمر الذي أثار اشتباه المحققين بشكل خاص على إثر طلب ضباط الشرطة من دوريثا أن يقوموا بحفر حديقتها وتفتيشها. وقد وافقت السيدة وهي تبدي اندهاشها من طلب المحققين الذي بدا غريبا بالنسبة لهم. ارتدت دوريثا معطفها الأحمر الطويل واستلت مظلتها الزهرية الزاهية، واستأذنت من المحققين للقيام بنزهة حتى ينتهوا من عملهم في الحديقة. وقد كانت مهذبة للغاية في طلبها، ولم يشك المحققين أبدا بأنها كانت تنوي الاختفاء عن الأنظار. بدأ المحققون بالحفر في الفناء الأمامي لمنزل دوريثا، وسرعان ما بدت لهم جثة امرأة متحللة بشكل كبير، الأمر الذي جعلهم يستدعون خبراء المعمل الجنائي الذين واصلوا الحفر في البقعة ذاتها، وسرعان ما بدأوا في استخراج المزيد من الجثث. في ذلك الوقت كانت دوريثا قد اختفت عن الأنظار بالفعل، وقد فشلت كل محاولة الشرطة في العثور عليها. وسرعان ما بدأت أخبار الجثة المستخرجة من دار المسنين تذاع في المدينة، وبدأت سيارات القنوات الإعلامية في الوفود إلى المنزل لتصبح تلك القضية واحدة من أشهر القضايا الجنائية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الحلقة من قناة وقائع سنسرد لكم قصة الجدة السفاحة دوريثا بوينتي التي أذهلت المجتمع الأمريكي وأصابته بالصدمة، لذا لا تفوت مشاهدة هذه الحلقة حتى النهاية. ولدت دوريثا هيلين غراي بوينتي في مدينة ريدلاندز بولاية كاليفورنيا في 9 من يناير عام 1929. وقد حظيت دوريثا بطفولة مأساوية للغاية، حيث إن والدها توفي بسبب مرض السل عندما كانت لا تزال تبلغ من العمر 8 سنوات فقط، وتوفيت والدتها بعد ذلك بعام واحد بعد أن تعرضت لحادث دراجة نارية. على إثر ذلك تم إرسال دوريثا وإخوتها لملجأ الأيتام حتى تعين عليهم العيش في ظروف صعبة للغاية، حيث لم تكن دور رعاية الأيتام في الولايات المتحدة تحظى بالدعم الحكومي والاجتماعي الكبير في ذلك الوقت على عكس الحال في يومنا هذا. ولذلك فقد اضطرت دوريثا لممارسة الدعارة عندما كانت في سن المراهقة، وذلك من أجل الحصول على المال. تغير الأمر بالنسبة لدوريثا عندما التقت بالجندي الشاب فريد ماكفول قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، وقد كان فريد في ذلك الوقت يبلغ من العمر 22 عاما. وسرعان ما اندمج سويا وتزوج بعد بضعة أشهر فقط من أول لقاء جمع بينهما. على الرغم من بداية علاقتهما الحماسية لم تكن حياة دوريثا الزوجية سعيدة كما كانت تصبو، وسرعان ما عرفت المشاكل والخلافات الزوجية طريقها لمنزلهما، خصوصا أن العائلة كانت تعاني من الكثير من الأزمات المادية الطاحنة التي جعلت دوريثا تلجأ للاحتيال لتدبر بعض المال. رزق الزوجان بطفلين، الأمر الذي زاد من الضغوط المادية على العائلة. وفي العام 1948 ألقت الشرطة القبض على دوريثا في ريفرسايد، وذلك بسبب تزويرها لبعض الشيكات، وسرعان ما تمت إدانتها بتلك التهمة وأودعت السجن.
بعد دخولها للسجن طلقها زوجها وتفككت عائلتها، حيث تم إرسال أحد أبنائها للعيش مع عائلته في ساكرامنتو فيما تبنت أسرة الطفل الآخر. بعد خروجها من السجن انخرطت دوريثا في عالم الإجرام، حيث ودارت بيتا للدعارة في مدينة ساكرامنتو وقامت بعدة عمليات احتيال، لكنها هذه المرة كانت أكثر حذرا وذكاء من أن تقع في يد الشرطة كما حدث في المرة السابقة. كانت دوريثا تعتمد بشكل أساسي على تغيير شكلها وهويتها طوال الوقت، وقد كانت ماهرة للغاية في تزييف الوثائق الرسمية، الأمر الذي مكنها من التلاعب بالسلطات والبقاء بعيدا عن السجن طوال تلك الفترة التي استمرت لحوالي عقدين. لفترة كبيرة عرفت دوريثا نفسها باسم تيا سينغولانياردا، وادعت أنها شابة إسرائيلية. وفي تلك الفترة أيضا تزوج دوريثا عدة مرات بعدد من الرجال الأثرياء، ولم تكن تلك الزيجات في الحقيقة سوى عمليات احتيال خفية كانت لا تزال تستخدم الهويات المزيفة في تلك العلاقات، ولم تفصح لهم عن هويتها الحقيقية. فعلى سبيل المثال كان زوجها الرابع بيدرو أنخيل مونتالفو يعرفها باعتبارها طبيبة وممثلة من عائلة مكسيكية كبيرة. أوضح بيدرو عندما تحدث للشرطة والإعلام فيما بعد أن زواجه بدورثية انتهى بسبب جشاعها المتزايد للمال ونفقاتها الباهظة التي كانت تفوق قدراته المالية، مشيرا إلى أنه تعرض للخداع عند زواجه بها، حيث كان يظن أنها امرأة ثرية، الأمر الذي لم يكن صحيحا البتة. في العام 1968 تزوج دوريتا من روبرتو خوسيه بونتي عندما كانت في بداية الأربعينيات من عمرها، وقد استمر ذلك الزواج لأكثر من عام قبل أن ينتهي بالطلاق تماما كما حصل في بقية الحالات. وبعد طلاقها من روبرتو بدأت دوريثا تغير من عاداتها وسلوكها بشكل ملحوظ للغاية، حيث توقفت عن وضع مساحيق التجميل البراقة التي اعتادت أن تلطخ وجهها بها، كما توقفت أيضا عن ارتداء البناطيل الضيقة واستبدلتها بالفساتين الفضفاضة كي تخفي مفاتن جسدها. بدأت دوريثا تقدم نفسها للمجتمع على كونها امرأة مسيحية متدينة ومهذبة تهوى خدمة مجتمعها وتطويره كلما سنحت لها الفرصة لذلك، وقد اشترت منزلا جميلا وكبيرا في مدينة ساكرامنتو، وجعلت منه ملجأ للمسنين والمشردين والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في إدمان الكحول والمخدرات. كانت دوريثا تقدم رعاية فائقة لنزلائها، وقد ذاع صيتها كامرأة مسيحية مخلصة ورعية محبة لنزلائها، لدرجة أن الأخصائيين الاجتماعيين كانوا ينصحون الحالة التي يتابعونها بالسكن في منزل دوريثا. في العام 1982 توفيت نزيلة في منزل دوريثا وهي امرأة تدعى روث مونرو، وقد حدد المعمل الجنائي سبب وفاتها بأنها تناولت جرعة زائدة من عقاري الكودين والأسيتامينوفين. وقد أوضحت دوريثا للمحققين في ذلك الوقت أن تلك النزيلة كانت تشعر باكتئاب حاد وأن كل محاولاتها للتخفيف عنها باءت بالفشل. اعتبر المحققون أن روث أنهت حياتها بنفسها عن طريق تناول الجرعة الزائدة من العقاقير الخاصة بها، وأغلقت التحقيق على ذلك. بعد مرور أقل من شهر عادت الشرطة إلى المنزل بناء على بلاغ نزيل آخر، وهو رجل متقاعد يبلغ من العمر 74 عاما، والذي أوضح للشرطة أن دوريثا قامت بتخديره وسرقت منه بعض الشيكات. تحققت الشرطة من الأمر وسرعان ما اتضح لهم أن دوريثا قامت بصرف عشرات الشيكات من حسابات نزلائها، الأمر الذي أدى بها إلى السجن مجددا. هذه المرة حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، لكنها حصلت على إطلاق سراح مشروط بعد 3 أعوام لحسن السير والسلوك. في ذلك الوقت كانت دوريثا على علاقة بإيفرسون جيل ماوث، البالغ من العمر 77 عاما والمقيم في ولاية أوريغون، وكان من المتوقع أن يتزوج بعد أن أطلق سراح دوريثا، لكن في نوفمبر عام 1985 اختفى إيفرسون فجأة على الأنظار. بعد شهرين من اختفائه، وتحديدا في يوم رأس السنة عام 1986، عثر أحد الصيادين على جثته التي كانت غارقة في نهر ساكرامنتو
التي كانت قد تحللت بشكل شبه كامل تقريبا. لكن المحققين لم يتمكنوا من التعرف على هوية الضحية إلا بعد الإيقاع بدوريثا واعترافها بأنها أنهت حياته وألقت بجثته في النهر. على الرغم من حرصها الشديد، وقعت دوريثا في يد العدالة من جديد بسبب بلاغ اختفاء ألفارو، والذي اكتشفت الشرطة على إثره 7 جثث مدفونة في الفناء الأمامي لمنزل دوريثا. وكان من الواضح أن بعض تلك الجثث مكثت في ذلك القبر الجماعي لفترة طويلة للغاية، حيث لاحظ المحققون أن جذور أشجار الخوخ التي كانت دوريثا تزرعها في الحديقة قد التفت على بعض تلك الجثث. استطاع المحققون تحديد هوية الضحايا الذين كان جلهم من كبار السن، وهم ليونا كاربنتر البالغة من العمر 78 عاما، ومونتويا ذو 51 عاما، ودروث ميلر البالغة من العمر 64 عاما، وبنجامين فينك البالغ من العمر 55 عاما، وجيمس جالوب البالغ من العمر 62 عاما، وفيرا فاي مارتن البالغة من العمر 64 عاما، وبيتي بالمر البالغة من العمر 78 عاما. أوضح عدد من الجيران الذين تحدثوا مع وسائل الإعلام التي أصبحت مهتمة للغاية بالقضية أنهم دائما ما كانوا يشكون في سلوك دوريثا، حيث إنها كانت تصبح عنيفة وعدائية للغاية عندما يقترب شخص ما من حديقتها. فيما أفاد آخرون بأنهم كانوا دائما ما يشتمون رائحة كريهة منبعثة من منزل دوريثا، وقد تقدم عدد منهم بعدة بلاغات لمركز الشرطة بخصوص ذلك، لكن الشرطة لم تجد في تلك البلاغات ما هو مثير للاهتمام. تخطت أخبار البحث عن الجدة السفاحة القنوات الإعلامية المحلية. بدت البلاد بأسرها تتناقل أمر العجوز الطيبة التي دفنت 7 جثث في فناء منزلها الأمامي، الأمر الذي جعل من دوريثا الشخص المطلوب الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت دوريثا قد فرت إلى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وهناك حاولت التحايل على رجل مسن كما جرت عادتها، وقدمت نفسها له بهوية مزيفة بطبيعة الحال، لكن الرجل استطاع التعرف عليها من خلال صورتها التي شاهدها في قنوات الأخبار، ولذلك فقد تواصل على الفور مع الشرطة لتقع دوريثا في يد العدالة من جديد. كانت جرائم دوريثا قائمة بشكل أساسي على الاحتيال على نزلائها، حيث إنها كانت تقوم بتخذيرهم وخنقهم، وبعد إخفائهم بشكل كامل تقوم بتحصيل مستحقاتهم التي تصرفها لهم الحكومة من خلال البنك. قامت دوريثا باستئجار عمال لحفر عدة حفر في فناء منزلها الأمامي بحجة أنها تنوي غرس بعض الأشجار الجديدة. وفي المساء كانت دوريثا تتسلل للفناء وتلقي بجثث الضحايا في تلك الحفر وتواريها التراب دون أن يشعر بها أحد. اعترفت دوريثا أيضا بقتل إيفرسن الذي اختفى عن الأنظار بشكل مفاجئ، موضحة بأنها استعانت بعامل في منزلها لإنجاز بعض الأعمال، وطلبت منه في خضم تلك الأعمال أن يجهز لها صندوقا كبيرا حيث كانت تنوي أن تضع فيه بعض القمامة التي تهم بإلقائها. بعد ذلك استغلت لحظة غفلة من العامل وقامت بإلقاء الجثث في ذلك الصندوق، وطلبت من العامل أن يقوم بتحميل الصندوق في الشاحنة قبل أن تلقي به في النهر. وجهت دوريثا عدة تهم تتعلق بالقتل العمدي من الدرجة الأولى وتهم بالنصب والاحتيال. بعد شهر من المداولات أصدرت هيئة المحلفين حكما بإدانة في 3 من تهم القتل، وأسقطت بقية التهم لعدم كفاية الأدلة، لكن تلك الجرائم كانت كافية لإبقاء دوريثا خلف القضبان حتى آخر يوم في حياتها. حكم على دوريثا بوينت بالسجن المؤبد، وتم نقلها لسجن تشوتشيلا للنساء، وتوفيت في ذلك السجن في شهر مارس لعام 2011 عن عمر يناهز 82 عاما. أصبح منزل دوريثا نصبا تذكاريا مرعبا، حيث تم بيعه بعد وفاتها في مزاد علني مقابل مبلغ 215,000 دولار أمريكي. وقد قام الزوجان اللذان اشتريان المنزل بتحويله لمعرض ضخم يعرض تاريخ دوريثا المأساوي، ووضعوا لائحة كبيرة في الخارج كتب عليها
سيتم تخدير المتعضين ودفنهم في الفناء.